أعزائي برحب فيكم وحنبتدي نعمل هلأ طبق الكل بيحبه، نوع من البقلاوة بس هو مش بقلاوة قوي، يعني زي الشعيبيات على بقلاوة على كولاج، كل هالخلطة مع بعض حتلاقوها في هذا الطبق. محشي بقشطة كتير لذيذة، الطريقة كتير بسيطة، الطبق لذيذ، المقادير سهلة. خلينا نشوف مع بعض المكونات وبعد هيك خطوة بخطوة كيف نجهزها. شعيبيات بالباف 2 باكت، عجينة باف بيستري مربعات، الحشو 1 كوب حليب، ربع كوب سميد، ربع كوب سكر، 1 ملعقة صغيرة ماء زهر، 5 فص مسكة مطحونة، ربع كوب جيمر. للتغطية ربع كوب زبدة مذابة، للتقديم شيرة، فستق حلبي، زهر الليمون. أعزائي المقادير اللي حنستعملها اليوم كتير بسيطة، حعمل قشطة وحستعمل الباف بيستري. نبتدي أعزائي بتجهيز القشطة وبعد هيك نتكلم أكثر عن الباف بيستري. القشطة تجهيزها كتير بسيط، في وعاء هحط أو في كاسرولة هحط الحليب، السكر والسميد، وحضيف معاهم المسكة. حخلي الخليط هذا على النار مع التقليب المستمر لغاية ما يصير عندي قوامه تقيل. نخلي بالنا أعزائي المشاهدين، لو أنا سبته حيترسب السميد في القاع ومش حيزبط معي، لابد أني أسخن مع استمرار التقليب وبهدوء عشان أعطي مجال حبات السميد تفتح تمتص السائل وتعطيني الكثافة المطلوبة. بنلاحظ أعزائي ابتدى الخليط عندي يغلي، هلأ باستمرار أضلني أقلب لغاية ما تحسوا أنه صار عندي تقيل بهذا الكثافة. نغلي لحوالي دقيقة فقط على نار واطية هلأ، بس أتأكد أنه السميد استوى، مهم جداً السميد يستوي ونعطيه وقت يتشرب كل هالسوائل هذه كويس. يبقى أعزائي بعد ما تكاثف عندي الخليط بهذا الشكل بضيف له الجيمر وأحرك لغاية ما يندمج مع بعضه، وبعد هيك حخليه في الثلاجة يعني حوالي نص ساعة ليصير متماسك ويبرد وأقدر أستعمله. صعب كتير أستعمله هو سخن ولين بهالشكل هذا. حورجيكم هلأ شكله كيف لما يطلع من الثلاجة حيبقى متماسك بهذا القوام. أنا هذا مجهزة قبل بوقت، هذا القوام اللي إحنا بدنا إياه، هخليه جنبي ونبتدي نشوف خطوتنا التالية تجهيز العجينة. حنتكلم أعزائي عن الباف بيستري. الحلو في الباف بيستري إنه ريحونا كتير لما عملونا هالشركات عملونا الباف بيستري المربعة، بصراحة استعمالاتها لا حدود لها وكل شوي بنطلع ابتكارات لهذه الباف بيستري. حنعمل منها اليوم هذه المربعات. طبعا باف بيستري أنا بجيبها فروزن، بفتحها من عبوتها وعلى طول بستعملها. حناخد حوالي مثلا 6 حبات هيك عندي معقول، بطلعها من الباكت وعلى طول قبل ما تفك بحطها على الكاونتر عندي وبستعملها. إذا سبتها طلعتها من الفريزر وخليتها في الباكت تاعها حتدوب وتعجن على بعضها وتصير كليتها ون بيس، فمش حعرف أستعملها، لازم أفكفكها بسرعة وهي فروزن عشان أقدر أستمتع باستعمالها بنجاح. هلأ الحشوة عندي جاهزة، هحتاج إذا حبيت قطرات من المي يعني بإيدي هيك على خفيف، حورجيكم هلأ كيف ممكن أستعملها. هاخد قطعة من العجينة أحط فيها الحشوة، هاي الكمية معقولة ما نكتر، هذا المقدار مناسب جدا. أعزائي وزعت الحشوة، هلأ باخد بإيدي شوية مي قطرات بسيطة
وأحاول أرتب الأطراف بهالطريقة هاي عشان لما ألزقها تلزق بكفاءة. هلأ باخد الجزء هذا وحط فوق الجزء أو الزاوية الثانية واضغط عليهم كويس قوي وأكرر نفس الخطوة، بعملها زي كأنها مربع أو ظرف وأتأكد أني قفلتها كويس تماماً بهالطريقة هاي. الحواف هون عندي بتضلها مكشوفة ومفتوحة عشان يساعد على خروج البخار بشكل مناسب. عندي الصينية مناسبة، أبتدي أحط العجينة بهالطريقة هاي. نعمل واحدة تانية الطرف على الطرف والتاني، أقفلهم كويس قوي والزقهم تماما، مهم جدا عشان ما يفتحوا معاي أثناء الخبز. نعمل كمان واحدة بهالشكل هذا. الفكرة كتير بسيطة وبتقدروا تعملوها من غير أبدا أي مجهود. باستعمال فرشة خفيفة بس هدهن طبقة بسيطة من الزبدة، بتعطيني لمعة وبنفس الوقت ما بتنشف عندي العجينة أثناء الخبز. همسحها بهذا الشكل. يبقى أعزائي العجينة هلأ أصبحت جاهزة. هلأ خلينا ندخلها الفرن ونشوف خطوتنا التالية. أعزائي الشعيبيات أول ما تطلع من الفرن بنصب عليها كمية وفيرة من القطر. شعيبيات بالباف، 2 باكت عجينة باف بيستري مربعات، الحشو 1 كوب حليب، ربع كوب سميد، ربع كوب سكر، 1 ملعقة صغيرة ماء زهر، 5 فص مسكة مطحونة، ربع كوب جيمر. للتغطية ربع كوب زبدة مذابة، للتقديم شيرة، فستق حلبي، زهر الليمون. فضلاً لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات.